معي من دبي المهندس صهيب ابراهيم الغازي الخبير في تقنية المعلومات. مساء الخير، اهلا بك معنا سيد صهيب. الى اي درجة هذا قابل للتحقيق من الناحية التقنية، وما التحديات ستكون امامهم؟ شوفي، بالبداية انا احب انوه بانه يعني هو ممكن اليوتيوب يكون فيه الكثير من الـ من الـ من المحتوى غير المناسب للاطفال، ولكن المحتوى المذكور واللي مثل ما ذكرتوه بالتقرير هو المحتوى المخصص للاطفال. يعني لما الشخص يجي يرفع فيديو على اليوتيوب يجب ان يحدد لاي فئة الموقع او الفيديو مناسب له. ممكن هو لن يحدد هذا، بس الفيديوهات هذه على اغلبها هي موجهه للاطفال، هي محدده من الكيوردز او الكلمات المفتاحيه محدده انها للاطفال. فاللي سواه اليوتيوب او المشكله اللي ظهرت بانه هذه الفيديوهات الموجهه للاطفال واللي في نفس الوقت تظهر على موقع او على تطبيق يوتيوب كيدز، في تطبيق العادي مال يوتيوب وفي تطبيق يوتيوب كيدز اللي ممكن الاطفال تكون مناسب لهم اكثر. فالمشكله اللي ظهرت اخيرا بانه الفيديوهات الغير مناسبه واللي محتواها مزعج قاعد تظهر لهي الفئه من الاطفال. فنرجع لسؤالك، هل في امكانيه بانهم يسوون هذا الموضوع او في امكانيه تقنيه بانهم يجابهون هذا الموضوع؟ حاليا هم الخوارزميات اللي يستخدموها فقط تتاكد من الكلمات المفتاحيه، تتاكد من نوعيه المشاهدين، هل هي مثلا مشاهدين هم اطفال، اكثرهم اطفال، فتبدا لو كانوا اكثرهم اطفال فتعرف بانه هذا الفيديو للاطفال موجه اكثر من الكبار فتبدا تظهر للاطفال. ولكن على حسب ما هم وعدوا بانهم هم حيطورون بخوارزمياتهم، فيبدون يتبعون بطريقه تقنيه كيف النهج اللي قاعد يمشي على الفيديو. يعني بعض الامور المفتاحيه في داخل الفيديو ممكن تبين هل هو ممكن يكون فيه محتوى مزعج او لا. وبالاضافه كيف هذا سيد صهيب؟ خوارزميات، يعني كيف الخوارزميات اللي تتعرف على وجه الانسان مثلا، تتعرف تنظر الى الشاشه مثلا تتعرف على وجه الانسان، خوارزميات تتعرف على الصوت. في بعض الخوارزميات اللي ممكن انها تحاول تفهم المحتوى وتعرف اذا هو مثلا محتوى عنف مثلا، محتوى مثلا غير مناسب للاطفال. وبعدها مستخدم اليوتيوب يقرر، يعني اذا كان الطفل هو يقرر اذا كان سيمضي قدما يعني بمشاهدته او لا. حاليا اللي حيسووه بعد ما حيطبقون، او حسب ما ذكروا بانهم بعد ما حيطبقون هذه الخوارزميات حيكون في يعني مثل حيصير في نوع من الفلتره، وبعدها في عنصر بشري يتاكد من هذه الفيديوهات. يعني لو الخوارزميه نبهت انه في ممكن محتوى غير مناسب للاطفال، في عنصر بشري يتاكد من هذا المحتوى وبهذه الطريقه يمسحه للاطفال، او مثل ما خبروا بالتقرير بانه ممكن تلغى الاعلانات عن هذه الفيديوهات، فبالتالي ما تستفيد الانسان اللي قاعد يسوي يرفع هذا الفيديو ما يستفاد من عنده، فما يسوي امور مشابهه له، او بطريقه او باخرى انه يمسحون الاكونت اللي رفع هاي الفيديوهات. وبالإضافة إلى هذا عنصر من العناصر، بعض الشكاوى اللي قدمت من قبل لموقع يوتيوب بأنه لما الإنسان يشتكي، لما يسوي ريبورت أو يسوي تبليغ على هاي الفيديوهات، ما كانوا يتخذون خطوات مناسبة، بل ما كانوا يعيروا لها اهتمام. ولكن الآن مثل ما وعدوا بأنه لا، بالعكس حيبدون يهتمون بهذا الموضوع وحيبدون يركزون عليه وحيبدون يركزون على الفيديوهات أكثر اللي عليها تبليغات. أنا أشكرك جزيلا من دبي المهندس صهيب إبراهيم الغازي الخبير في تقنية المعلومات.